وطن منحازون للحقيقة. أهلا بكم مشاهدينا في موجز لأهم الأنباء. اعتقلت قوات الاحتلال ناشطة ومتضامنة فلسطينية، بينما أصابت 4 آخرين خلال اعتدائها على الخان الأحمر المهدد بالهدم شرقي القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية باعتقال الناشطة رنين عميره في الخان الأحمر عقب اقتحام قوات الاحتلال للمكان واعتدائها على المتواجدين فيها. كشفت مصادر أمنية مصرية اليوم أن الوفد الأمني المصري استطاع خلال الساعات الأخيرة تكثيف اتصالاته بجميع الأطراف لوقف التصعيد الإسرائيلي على غزة. وأكد المصدر أن الوفد الأمني المصري الذي يترأسه اللواء أيمن بديع وكيل المخابرات العامة المصرية ويضم في عضويته العميد أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات وآخرين، بذلوا جهودا كبيرة منذ ساعات الفجر من أجل إعادة الهدوء لقطاع غزة ووقف التصعيد. أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبد الإله الأتيرة لوطن، أكد أن أزمة قانون الضمان الاجتماعي في طريقها للحل خلال الساعات المقبلة. وقال الأتيرة أنه خلال 24 ساعة المقبلة سيكون هناك إعلان وحلحلة لقضية الضمان الاجتماعي. كما أكد أن الرئيس محمود عباس مطلع على كل ما يحدث، وهذه الأزمة يجب أن تنتهي لمصلحة المواطن والعامل والكل الفلسطيني. قال رئيس نقابة أصحاب شركات الحافلات عبدالله الحلو، قال أن نقابات النقل العام بصدد اتخاذ خطوات احتجاجية ابتداء من الأسبوع المقبل تشمل الاعتصام والإضراب عن العمل. كما أوضح الحلو أن الخطوة الأولى ستكون الأربعاء القادم بالاعتصام على مدخل رام الله الجنوبي، وفي الرابع من الشهر المقبل سيكون إضراب في قطاع النقل العام احتجاجا على نقل المركبات الخاصة للركاب في الضفة الغربية. نختم الموجز مع حالة الطقس، فمن المتوقع أن يكون الجو يوم غد الخميس غائما بشكل عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تبقى حول معدلها السنوي العام. إلى هنا نصل مشاهدينا إلى نهاية هذا الموجز. لمعرفة المزيد من التفاصيل بإمكانكم زيارة موقع وطن الإلكتروني وطن.tv. أما الآن فدمتم برعاية الله وإلى اللقاء. وطن منحازون للحقيقة.